الاعداد لهذا الحرب. لمعالي السيد رئيس الحكومه الاستاذ يوسف الشحيح، تفضل. فالثقافة ليست مجرد اختصاص ولا مكان لأي برنامج اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي تغيب فيه استراتيجيات العمل الثقافي بالمعنى الحضاري للكلمة. هو تصور نريده أن ينزل الإنسان منزلته ويرسم أفاق العلاقات الاجتماعية ويصور مستقبل الأفراد ضمن رؤية متكاملة. ذلك أن الاقتصاد مراهن على العمل الذي يتخذ من الأداب والفنون مطية وانطلاقا لتحقيق مجال الفعل الإبداعي وتحرير الفكر والإسهام في المعرفة الوطنية والإنسانية. مؤتمر للسيد رئيس الحكومة الأستاذ يوسف الشاهد، فليتفضل. درع الأليكسو لمعالي رئيس الحكومة الأستاذ يوسف الشاهد. احنا ايضا في تونس يعني السياسة الثقافية اللي حبيناها في 2017 مبنية ايضا لمجابهة ايضا الإرهاب، لان الثقافة هي وسيلة مهمة وأساسية في مكافحة الإرهاب وفي مكافحة التطرف. وهذه السياسة اللي قلنا فكرناها انها ستذهب الى الجهات والى الشباب والى الشباب العاطل على العمل لمعناها خلق ديناميكية ثقافية حول منتوج ثقافي جديد، منتوج ثقافي يكون قريب، معناها تكون الدولة بسياستها الثقافية قريبة للمواطن والشباب باش يبعد على كل معناها ما يمكن ان يكون تطرف اللي اليوم معناها يترصد في الشباب العاطل على العمل والشباب بصفة عامة. فهذه جزء من السياسة الثقافية اللي حبيناها تكون في 2017.